المشروع طبعا مشروع برج ايقوني زي ما حضرتك بتقول، هو اعلى برج في افريقيا. اول مره مصر توصل لهذه الارتفاعات الشاهقه. البرج الايقوني بالذات فيه تقنيات وفيه تكنولوجيات للتنفيذ ومعدات مستورده من الصين، يمكن اول مره تستخدم في صناعه التشييد المصري. البرج الايقوني عباره عن 80 طابق، حوالي 80 طابق، ارتفاعه 385 متر. هو ال 40 طابق الاولانيين اداري، اللي بعد كده 10 طوابق مشوقه فندقيه، وبعدين ال 30 طابق الاخرين ده فندق 5 ستارز. متوجه بالشكر الى شركه دار الهندسه اللي كانت متقبله مننا كافه انواع الضغط والممارسات اللي شويه كانت صعبه عليهم في الفتره اللي فاتت عشان انجاز العمل في الوقت المطلوب. Thank you.